سببت قلة الأمطار وشحة المياه بانحدار كبير بالخطة الزراعية في محافظة واسط، مما أدى إلى هجرة آلاف الأراضي الزراعية من قبل الفلاحين والتراجع عن زراعتها. بالنسبة لشحة المياه أثرت تأثير سلبي كبير على الزراعة في محافظة واسط. كما تعرف واسط هي سلة خبز العراق لتوفر الأرض والمياه فيها وتوفر مزارعين ممتازين، لكن حقيقة كان متوقع لنا أن نزرع هذا الصيف 292 ألف دونم، ولكن بسبب شحة الإيرادات المائية في نهر دجلة أولا تم منع زراعة محصول الشلب وهو محصول استراتيجي بسبب قلة الإيرادات المائية في نهر دجلة، وأيضا تم تخفيض الخطة الزراعية من 292 إلى 92 ألف دونم فقط وعلى قدر المياه المتوفرة لتأمين الزراعة الصيفية. شحة المياه موجودة والخطة الصيفية صار تقريبا بال 13 سنة 14 سنة مع كل أسف انشالت من واسط ومن كل احتمال من كل الفلاحين في العراق. الخطة الصيفية اللي كانت الذرة الصفراء، الرقي والبطيخ، العباد الشمس، الخيار السهيلي، هاي الثمرة العراقية أنا والله أروح أستورد من دول الجوار لا مقصودة، ونقلهم يا مسؤولين والله إذا نهض الفلاح مع كل أسف إحنا ما نلفظها بلساننا، ونقل لهم السنة بالنسبة لمحافظة واسط واحتمال من يوم الخميس المقبل عدم ترحيل أي حبوب من واسط إلى بقية المحافظات إلا بعد استلام المبالغ المسوقة من الحبوب إلى السائلات. نعم، محافظة واسط من المحافظات الزراعية الكبرى التي تشكل الثقل الكبير في الوسط والجنوب، فالمفروض أنه هذه عملية قلة الإيرادات المائية، هذه قلة الإيرادات المائية هذا أمر واقع ومسلم به، تعرف أنه الطبيعة ما يمكن أنه أحد يتدخل بها في عملية تجهيز المياه. المفروض أنه الإنسان أو المسؤولين عن إدارة المياه لازم تضع خطة لغرض الاستفادة، يعني بتوجيه المستفيدين أو طرق الري الحديثة ولغرض تلافي النقص.